مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام المسيح مع حضراتكم، وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. بشكركم على تفاعلكم مع حلقة الأسبوع الماضي والتي كانت بعنوان الصراع اليهودي الفلسطيني من منظور الكتاب المقدس. وأكدت وما زلت أؤكد أن الرب أننا نحب أولا الشعبين، نحب الشعب اليهودي ونحب الشعب الفلسطيني، وأن الشعبين أو الشعبان خلقهما الرب وأحبهما ومات المسيح من أجلهما. ولأنهم خليقة الله فمن حقهم أن يعيشوا كل واحد فيهم في سلام، ومن حق كل شعب أن يعيش في حرية، ومن حق كل شعب أن يتمتع بكل الحقوق التي منحها له الرب الخالق. ونؤمن أيضا أن الحل الوحيد لأي عداوة بين البشر هو شخص يسوع المسيح، فالمسيح وحده هو الذي يستطيع أن يحول العداوة إلى محبة، ويحول البغضة ويجعل الذين كانوا يبغضون بعضهم بعض يجعلهم إخوة وأعضاء في جسد المسيح يسوع. حلقة اليوم هي يهودي وفلسطيني بدون عداوة. هل يمكن أن تختفي العداوة؟ هل يمكن حقا أن يكون هناك محبة بين الشعبين؟ وعش كده يسعدني بل يشرفني وجود النهاردة ضيفين غاليين جدا لي أنا كشخص أصدقاء، وأيضا لقناة الحياة، وهما الرباي جيسن صوبل والمرنم ناصر موسى. رباي جيسن، we are so glad to have you with us today. Shalom, it's great to be here with you. Thank you for having me. بيقول لنا سلام، وأنه هو سعيد أن يكون موجود معنا. كمان أخونا ناصر، سعداء جدا وجود حضرتك، أنت مش غريب على قناة الحياة، لكن يسعدنا أن أنت تكون ضيف في برنامج عبر الكتاب. شكرا حضرة الأسيس بركة، ونعمة إلي كمان وجودي معكم. شكرا. أنا لما فكرت أن يكون جيسون موجود وناصر موجود، فكرت أنه واحد يهودي الأصل وواحد فلسطيني، لكن الاثنين عرفوا الرب يسوع المسيح المخلص، والاثنين صاروا أولاد لله، والاثنين صاروا خدام للمسيح. Brother Jason, let me start first with you. Can you give us an overview of the relationship between the Jewish people and the Palestinian from biblical perspective? أنا بسأله بقول له كان ممكن تدينا نظرة عامة على العلاقة ما بين اليهود وما بين الفلسطينيين من خلال منظور الكتاب المقدس. Yeah, from a biblical perspective, we both descend from Abraham. So in a sense, we are related. بيقول من المنظور الكتابي احنا الاثنين جينا من إبراهيم، وبالتالي احنا الاثنين لينا علاقة بإبراهيم. أو مرتبطين ببعض. Yeah, and God had a special blessing for the children of Ishmael as well as the children of Abraham. God said that both peoples he would make into a great nation, and he would multiply their offspring, and that they would both be blessed. والرب عنده بركة خاصة لنسل إسماعيل، وعنده خاصة بركة خاصة لنسل أيضا إسحاق. والرب أمر بأنه الاثنين هيكونوا أمة عظيمة، والرب هيباركهم، وأنه نسلهم هيملأ الأرض. And really that was the call of the children of Ishmael as well as the children of Abraham to be a blessing to the world. Both Ishmael and Israel bear God's name within their name, the name El. والاثنين مدعوين ان هم يباركوا العالم. الاثنين ربنا دعاهم ان كل واحد فيهم يبارك العالم، وكل واحد فيهم في اسمه يوجد اشاره لاسم الله.
But really, the source of the conflict biblically is the promise of the ultimate blessing to the world, which is the Messiah. Was he going to come through the descendants of Ishmael, or he was going to, or was he going to come through the descendants of Isaac? And from a biblical perspective, both Jews and Christians believe that the ultimate savior and Messiah, redeemer of the world, was going to come through Abraham, Isaac, and Jacob. And this kind of becomes a source of conflict between Judaism and Islam. And نقطة الصراع هي في البركة العظيمة أو النسل العظيم اللي هيأتي من خلاله البركة لكل الأمم. هل سيأتي المسيح أو هذه البركة هتكون من خلال نسل إسحاق ولا هتكون من نسل إسماعيل؟ بحسب الكتاب المقدس فإنه الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي إنه هذه البركة هي في شخص المسيح من خلال إسحاق ونسل إسحاق ويعقوب الذي أتى منه أيضا المسيح. Yeah, and ultimately, I believe that, you know, God wants to bring the children of Ishmael and the children of Isaac together, and it breaks my heart to see what is happening today in the Middle East. والرب عايز يجيب الاثنين, يجيب أبناء إبراهيم ويجيب يجيب أبناء إسماعيل وأبناء إسحاق معا في علاقة, وأنا حزين جدا على ما يحدث من صراع, فقلبي حزين ومكسور من أجل هذا الصراع بين الشعبين. But I think the good news is that ultimately in the Bible, Isaac and Ishmael do reconcile and have a good relationship once again. لكن النقطة الحلوة اللي بنشوفها في الكتاب المقدس إنه إسماعيل وإسحاق الاثنين اتصالحوا وجم في نقطة معينة وتصالحوا مع بعضهم البعض. And part of the reason why I'm honored to be on your show is that I want to speak life and blessing over the Palestinian people and over the Arab nations as a whole, as a Jewish person, as a rabbi. I really do have a heart for the pain and suffering that the Palestinians are going through, and I'm here to be a blessing. وسبب خلاني أجي على هذا البرنامج وفي هذا البرنامج إن أنا حابب يعني أبارك وأعلن بركة وأعلن حياة للشعب الفلسطيني, فالكل الألام التي يكتاز فيها والمعاناة أريد أن أقدم كلمة بركة وكلمة حياة لهذا الشعب. ناصر, برادر ناصر. Yes. ممكن نسمع برضو رأيك في الكلام اللي قاله رباي جيسن. أنا معه 100% بأيده تاريخيا اللي قاله صح, وبضيف عليه أنه من منطلق فلسطيني وابن عائلة فلسطينية مسيحية, ما بحس أنه عندي كراهية لليهودي, لكن بحس عندي كراهية للظلم, للقمع, للي عم بيصير, وللقادة اللي بتحكموا بالشعب بشمال وباليمين من الجهتين يعني. فأنا معه في اللي قاله, وأنه ما في اتحاد إلا في الرب يسوع المسيح زي ما حضرتك أشرت. هو الشيء الوحيد اللي بيوحدنا في محبته اللي متاحة للكل دون أي تفرقة. هو اختار الجميع, بس على الجميع يختاروه. وفي المسيح رح نلاقي إنه في تصالح, ما فيش عداوة, ما فيش حرب, لأنه هو اللي بيجمع تحت اسمه العرب واليهود. Brother Jason, let me ask you a direct question. Do you have any reference in the Bible, in the Old Testament, or command in the Old Testament that God is commanding you to hate other or to disrespect other nations? Oh my goodness, no. In fact, the Moses writes in the Torah, he writes,
You will not hate your brother in your heart. Okay. It is an absolute biblical commandment not to hate your brother in your heart. أنا سألت سؤال قلت له هل يوجد في العهد القديم أي وصية كتابية بتقول إنه أنتم ينبغي أن تبغضوا أي شخص أو أي شعب؟ هو قال لي لا طبعا ده الوصية الكتابية اللي واضحة في العهد القديم إنه إن أنت لا ينبغي أن تبغض أخاك بل تحب أخاك. Yeah, and the New Testament is that's from the Torah, from the five books of Moses. But the New Testament is clear: if you hate your brother, the love of God is not in you. You can't say you love God and hate other people. I can't say I love God and hate the Palestinians or Arab people. That is completely contradiction. والعهد الجديد كمان بيعلمنا إنه مش بس كده لكن بيعلمنا كمان إنه ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا بحب الله وأبغض أخاي فالاتنين دول متعارضين مع بعض فمش ممكن أبدا نبغض إخواتنا الفلسطينيين أو إخواتنا العرب. So you see there is encouragement in the Old Testament to love others and to respect other nations. Absolutely. You need to love the Lord your God and love your neighbor as yourself. And I just want to say, I know that there are a lot of Palestinians out there who have lost loved ones and who are suffering tremendously. And my heart breaks. And righteousness and justice are the foundation of God's throne. And I want to see justice and righteousness for the Palestinian people. وأنا قلبي مكسور لأجل إخواتي الفلسطينيين لأجل أيضا الظلم وعدم العدل اللي موجود وأصلي إنه يكون هناك عدل ويكون هناك أيضا بر في يعني عدل ويختفي الظلم الموجود على إخواتنا الفلسطينيين. ناصر إزاي أنت كمان بتشوف العهد القديم؟ إزاي بتشوف اليهود؟ هل بتشوفهم بنفس النظرة ولا كفلسطيني بتشوفهم بنظرة مختلفة؟ يمكن الفلسطيني اللي بيعاني هلا تحت مثلا تحت احتلال أو تحت ظروف صعبة ما يقدر يستوعب اللي إحنا بنقوله. لكن إحنا بنشوفهم في منظار المسيح، فبشوف العهد القديم اللي كان يشير إلى المسيح وأشار إلى شعب الله اللي هم كانوا اليهود بوقتها، ومنهم أجت البركة اللي هي يسوع المسيح رب المجد لكل العالم. فأنا بالعكس بشوف يعني محبتي لليهودي مثل محبتي لأخوي الفلسطيني لأهلي، بشوف إنه في المسيح إذا أنا ميزت معناتها أنا مش تابع المسيح صح. أمين. طيب ناصر ممكن أنا عارف إن أنت عندك يعني several songs you wanna share with us today so ممكن نبدأ بأول ترنيمة you wanna share it with us and with the viewers all over the world. أمين. سلام سلام يا رب السلام. ترنيمة بعت لي يا الرب على لسان طفل بيحكي عن السلام وكيف كان يسمع بالسلام وين احنا اليوم؟ فبيصلي بيقول سلام سلام يا رب السلام. من اول ما جينا وفي هالدنيا ربينا وبنسمع بالسلام وكبرنا وعينا ولسه أهالينا عم تحلم بالسلام من أول ما جينا في هالدنيا ربينا ومنسمع بالسلام وكبرنا وعينا ولسه أهالينا عم تحلم بالسلام سلام 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 يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام
بكفي بكفينا دم بكفينا دموع بكفي بكفي بيكبر فينا الهم والفرح ممنوع وممنوع الكلام يا رب السلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام حرام 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 الأطفال ما يعيشوا الطفولة حرام حرام تتربى أجيال بهوية مجهولة وتحلم بالسلام يا رب السلام يا رب يا رب يا رب السلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام سلام سلام يا رب السلام آمين. Brother Jason, I just received a text message, so I want to share it with you. It's in Arabic, and I will translate it. بقول له ان انا جات لي رساله وحابب ان انا اشاركها معاك. الرساله بتقول I will read it first in Arabic, then I will translate it. إن كان هناك يهودي وفلسطيني بدون عداوة فهي حالة نادرة ولا يمكننا أن نحكم على قضية انطلاقا من الحالات النادرة. They are saying that if there is a Jew and Palestinian without enmity between them, this is an exceptional. This is not the common. This is the exceptional case. And we cannot actually judge the issue between the Jewish and Palestinian on the basis of the exceptional relationship. So how do you see that? Well, that might seem like the exception, or it might be the exception. But what I would say is that there's a lot of hate and a lot of misunderstanding, but the only way to move forward is by building relationship. فبيقول إنه ممكن نشوف إنه دوان حالة منفردة، لكن الحالة المنفردة هذه أو الحالات المنفردة الأفضل إن إحنا ننطلق لقدام وإزاي نبني العلاقة ما بين الشعبين. I'm not sure peace is going to be. It's going to be hard on some level for the politicians to make peace. بيقول إنه من الصعب جدا على أوقات من الصعب جدا على السياسيين إنهم يعملوا سلام. Peace has to begin by establishing friendship and getting to know each other. لكن السلام يبدأ من خلال الصداقة ومعرفة كل واحد للآخر. And I'm not the only Jewish person who wants to see. There are many Jewish people who wants to see good for the Palestinians. وأنا مش بس واحد من اليهود
يعني فقط أنا، لكن هناك الكثيرين الذين يريدوا أن يروا أيضا بالنسبة للإخوة الفلسطينيين أن يعيشوا في سلام. But the only way to move forward is to be able to have honest and even hard conversations. لكن الطريقة اللي بيها ننطلق للأمام لازم يكون في حديث صريح وواضح جدا. And I recognize the fact that Israel has done things that are not right. وأنا مدرك إن إسرائيل عملت حاجات مش صح. But we have to find a way to be able to move forward, to be able to stop the cycle of violence and suffering. لكن لابد إن إحنا ننطلق لقدام ولابد إن إحنا نجد طريقة بيها نوقف دائرة سفك الدماء. And we might not have the answers, but that doesn't. I'm sorry, God. ربما ما يكونش عندنا الإجابة. But we have to try and do something, and this is something that we can do. لكن علينا نحن نحاول، وفي أشياء لابد أن نفعلها. Brother Nasser. سؤال حلو وسؤال منطقي جدا. كوننا إحنا مجتمعين، معك حق إنه يمكن صار الموضوع نادر أو حالة خاصة تشوف فلسطيني بحب يهودي مثلا أو إسرائيلي، لكن بحب أقول لك إنه إحنا في البرنامج هذا مش عم نهمش القضية الفلسطينية ولا معاناة الشعب ولا التاريخ اللي صار ولا الأحداث اللي صارت. إحنا مجروحين مع اللي انجرح بالأحداث وحاسين بالناس. مش موضوع إنه لأنه أنا مرتاح فأنا بحكم على الموضوع بسهولة، لا بالعكس، أنا أهلي عانوا من الموضوع، وأنا يمكن بمثلش الشعب الفلسطيني كله، بمثل أهلي. أنا بعرف إنه أهلي عانوا من الموضوع، ولازم يكون في حل، ولازم يكون في عدالة، ولازم يكون في إنهاء للاحتلال. لكن سؤالك صح إنه ليش صار الموضوع حالة خاصة؟ لأنه تبعية المسيح بالعالم أصبحت حالة خاصة. الناس ما بتعرف يسوع، واللي بيعرفوا يسوع في كتير للأسف مش تابعينه صح. ولو العالم كله عرف يسوع، يسوع اللي قادر يلئم كل جراح الماضي ويساعد في يكون في عدل في المستقبل اللي جاي، لأنه هو الطريق والحق والحياة. فإذا هو الحق يعني عارف حق العودة وحق الرجعة وحق الفلسطيني وحق اليهودي، هو الطريق، الطريق الوحيد. يا ما سمعنا بطرق وخارطة الطريق، لكن هو الطريق الوحيد اللي بيوصل بحقه إلى حياة تعاش فيها اشتراك، فيها محبة تحت راية يسوع اللي بيقول إنه الله محبة وبيحب كل الناس. فهذا الإشي للأسف يمكن مش عامم العالم كله، لكن هاي صلاتنا، هاي اجتماعنا عشان يكون هيك، عشان اللي ما بيعرف يعرف إنه يسوع بيعلمنا المحبة للكل، مش لأنه إنه أحسن من الكل، لأنه منشوف هذا الطريقة المثالية والحكيمة إنه صير حديث وصير تحاب وصير إنه نعرف خلاصنا السماوي، فالخلاص الأرضي راح يكون أسهل جدا. Brother Jason, Rabbi Jason, I know you are what they call it a Messianic Jew, the Jewish who accepted Christ as their own Messiah and the Savior. Can you tell us what did Jesus did to your life? You know, how he changed you? Yeah, absolutely. I mean, my faith in Yeshua Jesus has radically transformed my life. أنا سألته بقول له أنت يهودي، لكن أنت أيضا يهودي قبلت المسيح مخلص، فإزاي شخص المسيح غير حياتك؟ فبيقول لي إنه الرب يسوع خلصني، والرب يسوع يعني غير حياتي بشكل عجيب radically. Yeah, and part of it was that I grew up in traditional Jewish family, but I wanted more than religion. I wanted a relationship with God. أنا كبرت في عائلة يهودية تقليدية، لكن أنا كنت أطلب أكثر من مجرد التدين، كنت أطلب وأبحث عن العلاقة. And part of that
And I found that relationship that changed my life, that love and acceptance and forgiveness in Yeshua Jesus. ووجدت هذه العلاقة في غفران ومحبة وقبول شخص يسوع المسيح. And it's also given me a radical love. That's part of the reason why I'm here. I love my Palestinian brothers and sisters. I love my Arab brothers and sisters because Jesus demonstrated that love and unity. وكمان هذه العلاقة ادتني محبة راديكالية للآخرين. وبسبب هذا أنا موجود النهاردة لكي أقول إن أنا أحب إخواتي الفلسطينيين وبحب أيضا العرب لأنه دي محبة المسيح اللي أنا اختبرتها. And Jesus is called the Prince of Peace, Sar Shalom in Hebrew. والرب يسوع دعي رئيس السلام. And he calls us to be peacemakers and to pursue peace. ودعانا لكي نكون صناع سلام و نبحث ونسعى وراء السلام. And so to be like him, I have to love like he loved and pursue peace like he pursued peace. And that's why I am honored to be here. وعلشان أكون زيه لابد أن أحب زي ما هو حب وأيضا أسعى نحو السلام زي ما هو ولأجل هذا أنا موجود معاكم في هذا البرنامج. It's my honor to be able to call you and brother Nasser my brother in the Lord, and that transcends any of the ethnic divisions is our spiritual connection in Jesus. وده بالنسبة لي شرف اني ادعوك انت وادعو ايضا اخويا ناصر كاخوة ليا في شخص الرب يسوع المسيح. And I believe it's important to look at what unites us more than what divides us. ومن المهم جدا ان احنا ننظر الى ما يوحدنا وليس ما يفصلنا عن بعض. And because of my faith in Jesus, I really want to have a better understanding of what my Palestinian brothers and sisters are going through. And I want to be able to be a help in any way that I can. وبسبب إيماني بالمسيح أنا عايز أفهم إيه الذي يكتاز فيه إخواتي الفلسطينيين وإزاي أنا أقدر أساعدهم في أيضا هذه المحنة. I can't say I love God and love Yeshua if I'm not concerned about my brother and about what my brothers in the Middle East, what my Palestinian brothers and sisters are going through. ما اقدرش اقول انه يعني بحب المسيح وفي نفس الوقت غير مهتم باخواتي الفلسطينيين، لكن محبتي للمسيح تدفعني ان انا اهتم وافهم ما يكتاز في اخواتي ايضا. وأحاول أن أساعد. And I might not have a solution, but at least I can care, and I believe that ultimately Jesus has to be part of the answer. يمكن ما عنديش الحل، لكن عندي الاهتمام، وقد يكون هذا جزء من الإجابة. أخويا ناصر عندك تعليق؟ بضم صوتي لصوت أخوي جيسون كمان بقول نفس الشيء إنه. أنا لما بكون مسيحي اسمي أو مش عارف المسيح وما بعرف عنه إشي وبيعملوا إشي اليهود طبعا بدي أكرههم لأنه عم بيأذوا شعبي لأنه عم بيأذوا الناس لأنه عملوا وعملوا وعملوا وفي النهاية بدي أروح أنا أزيهم كمان. اللي كسر هالدائرة هاي دائرة الانتقام والعنف الرب يسوع المسيح اللي صلب وسامح من صلبه على الصليب، فمين أنا اللي ما أسامح حتى لو حق انهضم؟ طبعا صعب الحكي، صعب، في ناس خسرت أولادها من الجهتين وفي ناس عم بتعاني من الجهتين، مش قصدنا تقليل من قيمة العنا والتعب اللي أنت بتمر فيه، لكن صدقني بيسوع المسيح بتقدر، بيسوع المسيح بس، في العالم ما في بس في يسوع المسيح. أمين. ناصر، do you have another song I think yes, you want to share? زي ما قال أخوي، قال هو سلامنا، هو رب السلام، رئيس السلام، طلبين سلامك يا رب السلام.
سلامك يا رب السلام، بيطمنا كلامك ويملانا سلام. طالبين سلامك يا رئيس السلام، بيطمنا كلامك يملانا سلام. سجدين أمامك يا عالي مقامك يا رب السلام، يا رب السلام. بصلواتنا جينا نتواضع ونتوب، احنا دعينا شعبك يا محبوب. تحنن علينا وبرق أراضينا يا رب السلام، يا رب السلام، يا رب السلام. سلام 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 سلام. طالبين ملكوتك وكل شيء يزاد، بكفينا وجودك وميراثنا في الأمجاد. طالبين ملكوتك كل شيء يزاد، بكفينا وجودك وميراث الأمجاد. واثقين بجودك وكلام وعودك، تركت لنا سلام يا رئيس السلام، يا رب السلام. سلام 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 عربي يهودي في الآخر إنسان، والحرية مفقودي والعدالة كمان. عربي يهودي في الآخر إنسان، حرية محدودي والعدالة كمان. غير هالحال وانهي الاحتلال يا رب السلام. طالبين السلام يسوع يا رئيس السلام، يا رب السلام. امين امين. Brother Jason, I know that your time is very tight, and you give us 30 minutes to share with us what is on your heart. I wonder if you want to leave or you want to continue. Well, I'd love to share is that I really believe that it's natural because all of us sin to have hate in our heart to some degree. حاجة حابب أشاركها إنه من الطبيعي جدا بسبب الخطية إنه الإنسان يكره. But that's why God had to send Yeshua Jesus to remove that enmity. لأجل هذا أتى يسوع المسيح لكي ما ينزع هذه العداوة.
He loved us so much that he laid down his life for us, even though we were sinning and rebellious against God. هو أحبنا للدرجة اللي فيها وضع نفسه لأجلنا بالرغم من خطايانا ضده. And the grace and forgiveness he extended to me, he extends to all who believe, he calls us to extend to others. وهو قدم النعمة والغفران ليا وكمان بيقدمها للآخرين. And when we experience the magnificent love and grace and forgiveness that we have in Jesus, واحنا بنختبر عظمة المحبة والغفران والقبول في شخص المسيح. It can't help but to change us and share that love with others. ودي اللي بتغيرنا ونشارك المحبة مع الآخرين. And I believe that that's why that part of the solution to the conflict has to be spiritual. إنه جزء من حل المشكلة لابد أن يكون روحي. As long as people have hate in their heart, there's a problem. طول ما الناس عندها كراهية في قلوبها هيكون في مشكلة. And I'm here to say that Jesus changed my heart and my life. وأنا هنا علشان أقول إن يسوع غير حياتي وغير قلبي. And that's why it's important. I love my brother Nasser. I love my Palestinian brothers and sisters. And that's important for me to say. وده اللي خليني أحب أخويا ناصر وأحب إخواتي أيضا الفلسطينيين. And I know that doesn't negate the fact that there is real loss and pains and hurts. وده طبعا مش معناه إنه ما فيش ألم ومعاناة وضيق. But all I can do is say I'm sorry and I want to understand and love like Jesus did. لكن أنا عايز أقول إنه أنا آسف وأنا حابب إني أحب زي ما يسوع أحب. آمين. You can pray for the Palestinians. You can yes. Say a word of blessing to Nasser and to the Palestinians' family, especially those who were hurt for the last yes. 2 weeks, and then you can dismiss. Okay. So, Abba Father, Heavenly Father, I pray for healing and blessing over my Palestinian brothers and sisters. I pray for all those that have lost loved ones. I pray for all those that are mourning that you would comfort them. I pray, God, for all those that are struggling to feed their family and to provide, for those that have lost their homes, for those that have had to flee, for those that are experiencing the trauma and the fear that has come with the war in Gaza. I pray that you would send healing. I pray that you would send a wholeness. I pray that you would send financial, material relief. And I pray also, God, that you would spiritually comfort them as well. I pray, God, that the cycle of hate would be broken, God. I pray, Lord, Sim Shalom Tova Bracha Chen Vechesed Rachamim, that you would establish your peace, mercy, goodness, and kindness, Lord. And I just pray again for your healing in the name of Yeshua, Jesus. Lord, I pray, God, for Lord, I just pray, Lord, that you would be in the midst of all of it. Lord, I speak life. I speak blessing. I pray, God, that Palestinians would find justice, God, that they would find freedom, that they would find life, that they would find blessing, God. And in the name of Yeshua, Jesus, amen. 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 It was an honor to have you, Brother Jason, with you. Us. And we hope to have you more often on this show. Shalom, shalom. Thank you very much. It was my honor.
باي. نرجع إلى أنا عارف إنه أخويا ناصر عنده ترنيمة أخيرة أنا حابب إنه يرنمها، وبعدين أنا هاخد آخر 10 دقايق كده كمان هو هيرنم ترنيمة ويصلي لأجل إخواتنا اليهود زي ما جيسون صلى لأجل الفلسطينيين، ناصر كمان هيصلي لأجل إخواتنا اليهود، وبعدين هيتركنا وأنا هكمل آخر 10 دقايق. عندي كام نقطة حابب أشارك فيها مع حضراتكم. ناصر. آمين حضرة القسيس. يا رب أنا بشكرك على هالفرصة اللي أعطيتنا إياها نوجد في محضرك نسبح اسمك ونمجدك حتى في الكلام اللي منقوله. يا سيد أنت تكون الظاهر وأنت الممجد. بسألك يا رب أن تعلن نفسك وتظهر ذاتك للأمة اليهودية اللي لسه مش عارفين أنت مين. يا رب من فضلك باركهم بأنه يعرفوا يسوع وتتغير حياتهم. بصلي لبركة لبيوتهم، بصلي لبركة لعائلاتهم، بصلي لكل الناس اللي عم دمها يهدر بريئة، بصلي لعزاء للي فقدوا غالين على قلوبهم. بصلي يا رب تتدخل بظروفهم زي ما بصلي لأهلي، بصلي لهم يا سيدي يعرفوا الراحة في يسوع. يا رب تمجد، تمجد في أرضهم ويروك ممجدا ويعرفوا أنت فيك العدل وأنت فيك الاستقامة وأنت فيك حرية الإنسان وأنت الوطن مش الأرض الوطن. أنت يا سيد بتصير الوطن، ولما أنت تصير الوطن ما في أي اختلاف لأنه محبتك وحدودك تشمل الجميع. باركهم يا سيد، بارك عائلاتهم، أعطي قادتهم حكمة في التصرف في الوقت اللي جاي، ومنحنا كلنا سلامك يا رئيس يا السلام. آمين. في اسمك يا يسوع الغالي بصلي، ولك كل كرامة ومجد. آمين. من الآن وإلى الأبد يا رب. آمين. 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 حاب رنم ترنيمة اسمها يا رب خليني أشوف الناس بعيونك. صعب جدا إنك تحب اللي أذاك واللي بيكرهك واللي أنت لسه يمكن تحت سلطته الظالمة قد تكون، لكن الأصعب واللي ما بقدر يعمله الإنسان إنه يسامح، لكن في يسوع المسيح منقدر. قل له علمني يا رب، علمني لو أنا شفتهم كما أنت بتشوفهم راح أسامح، لو أنا عندي قلب لهم وحبيتهم زي ما أنت بتحبهم راح أسامح، ولو قدرت أحكي معهم بلسانك راح تتغير كل الأمور. صلاتي للعربي، صلاتي للإسرائيلي، صلاتي لكل واحد عم بيسمعنا اليوم، كل الأديان وكل الجنسيات، إنه صلي معي هالصلاة في اسم يسوع. قل له يا رب خليني أشوف الناس بعيونك. آمين. يا رب يا رب يا خلينا نشوف الناس بعيونك، وخلينا نحكي الناس بلسانك، خليني أحب الناس، أحب الناس في قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب. حتى ما أظلم بشر، أرمي من إيد الحجر حتى ما أظلم بشر، حتى ما أحكم وأدين وأبقى لك عايش أمين، حتى ما أحكم وأدين وأبقى لك عايش أمين، وتبقى لي طول السنين
في حياتي حجر الأساس، وخليني أحب الناس، أحب الناس في قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب. ساعدني يا رب يا رب يا رب عالطبيعة البشرية اللي بتتحكم فيه، عالطبيعة البشرية اللي بتتحكم في صوت بروحك علي، وكرهني بالخطيه صوت بروحك علي، وكرهني بالخطيه ومحيلي الأنانية في المشاعر والإحساس، وخليني أحب الناس، أحب الناس في قلبك يا رب يا رب يا رب يا رب. آمين. أخونا الناصر، نشكرك لأجل مشاركتك ووجودك معنا. أنت بركة كبيرة، الرب يباركك ويبارك خدمتك ومزيد من الترانيم والألحان اللي تمجد الرب يسوع المسيح. شكرا لأجل وجودك معنا. شكرا حضرة القسيس، وربنا يباركك ويبارك كل حلقاتك بكل لحظة شكرا. تحكي فيها نتعلم منها في اسم يسوع. الرب يكون معك. سلام المسيح. سلام. طيب أجي إلى آخر 5 دقايق كده، عايز أحكي فيها مع حضراتكم عن نقطة مهمة جدا، وهي ايه هي المشكلة؟ في صراع ما بين شعبين كان زمان اساسه الرغبة في الحياة والدفاع عن النفس، لكن تطور مع الوقت لكي يأخذ صراع ديني عنيف مبرر من جهة ما بالله إلى آخره. فإيه هي المشكلة؟ أنا مشكلة بصراحة، أنا وجهت سؤال إلى الرب جيسون، قلت له هل يوجد في نصوص مباشرة في العهد القديم تقول إن أنتوا ينبغي أن تكرهوا وأن تبغضوا؟ فقال لي لا، لكن الوصية بتقول تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك. أضف على ذلك طبعا تعليم الرب يسوع في العهد الجديد، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون عليكم. أنا بقى عندي مشكلة كبيرة جدا. إيه هي المشكلة؟ المشكلة تكمن في التعاليم الإسلامية، المشكلة تكمن في السموم التي يتجرعها المسلم يوما وراء يوم. وأنا حاولت أن أنا أدور على بعض الأشياء على النت، وجدت أن هناك كثافة كثيرة جدا ومقالات كثيرة جدا تحت عنوان وجوب، خلوا بالكم من التعبير، وجوب عداوة اليهود، يعني ينبغي على كل مسلم أن يبغض اليهود ويبغض الغير المسلمين. ده يعني أن أنت ما عندكش أوبشنال، ده وصية واضحة صريحة تنادي بوجوب عداوة اليهود. وعشان كده أي وضع سياسي أو أي حل سياسي هيكون حل مؤقت، لابد أنه القلب يتغير وتختفي فكرة وجوب عداوة اليهود ويحل مكانها أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون عليكم. كويس. دي مقالة للإمام ابن باز، كويس، وفيها بيقول أنه انتشر هذه الأيام تصاريح كثيرة أننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وأننا نحترم جميع الأديان السماوية. وهو مضايقه أوي الكلام ده، كلام اللي بيقول أن احنا نحب الكل ونحترم الكل، ده كلام مضايقه. فكتب هذه المقالة لكي يوضح
منها وجوب عداوة اليهود. لا يمكن أن تكون مسلم إلا إذا أبغضت وكرهت اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار، يعني غير المسلمين. كويس؟ هل يمكن أن يوجد سلام بمثل هذه التعليم؟ وهذه التعليم هي 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 أساس حماس، هي أساس العنف، كويس، بتاع حماس، مش الدفاع عن الوطن. لا 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 لا، في فرق ان انت تدافع عن الاوطان وده حق شرعي، وان انت تقعد وتتناقش والى اخر هذه الامور، وفي فرق ان انت تبقى جواك دعوة الهية صريحة مؤمن بيها ومقتنع بيها انه لابد طول ما انت حي لابد ان انت تبغض غير المسلم. اي سلام هيكون موجود هيكون سلام حبر على الورق، هيكون ليس له أساس. كويس؟ وهنا بيأتي طبعا بيحط كل النصوص، يقول إيه؟ دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء. حتى المودة، العلاقات الإنسانية، لا ينبغي أن تكون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. ده الله بيقول كده. كويس؟ إن أنتوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فجاي بقى آيات كثيرة، كويس، بحاول يثبت فيها إنه على المسلم أن واجب وهو أن يبغض اليهود. أي تعليم هذه؟ أي إله هذا؟ أي إله هذا؟ طيب أنا مش هدخل في كل، لكن هذه الأمور موجودة وبكثرة. لكن كمان في إسلام ويب، وإسلام ويب في سؤال أتى بيقول: يوجد لدي سؤال دائما يراودني. واحد بيسأل: إن الدين الإسلامي دين تسامح، فلماذا بعض الأئمة في المساجد يقومون بالدعاء على الكفار؟ كويس؟ فبيقول لنا الإجابة بقى، الإجابة بتقول إيه؟ الإجابة بيقول: فاعلم أيها السائل إن الكراهية، خلوا بالكم من التعبيرات، إن الكراهية لأهل الكتاب أو غيرهم من الكفار ليس لمجرد الهوى، يعني مش على مزاجنا كده، كويس، وإنما موافقة لله في محابة ومساخطة، وقد جاء الكتاب والسنة بوجوب بغضة الكافرين والتبرؤ منهم وعداوتهم وعدم موالاتهم. يعني فيش حاجة اسمها مودة. عشان كده بنسمع ليل نهار: اللهم مشق بطونهم، اللهم أصبهم بالأمراض، اللهم أنزل عليهم عذاب، اللهم اللهم اللهم، ليل نهار دعاء على غير المسلمين. ده مش بس كده، ده السنة بيدعو على الشيعة والشيعة بيدعو على السنة. ايه كمية الكراهية دي؟ وعش كده زي ما قلنا في الحلقة دي، لا يوجد أبدا سلام حقيقي إلا من خلال رئيس السلام. لا يمكن أن يوجد سلام إلا من خلال رئيس السلام، شخص المسيح يسوع، رئيس السلام الذي أتى
بسلامه الذي أبطل العداوة بين اليهود والأمم. عشان كده كل إنسان عارف المسيح هيكون عنده استعداد إنه يمد إيده بالسلام. كل إنسان عارف الرب يسوع هيكون عنده استعداد إنه يبحث ويفتش عن السلام، ويكون عنده استعداد إنه تتحقق فيه كلمات الرب يسوع: طوبى لصانعي السلام لأنهم أولاد الله يدعون. دي رسالتنا، ده إيماننا. أما وجوب بغضة اليهود ووجوب بغضة المسيحيين والكفار، لا يوجد عندنا هذا التعليم في الكتاب المقدس، لا يوجد. رب يسوع قال كده إنه ذاك كان قتالا من البدء، من يريد أن يقتل الآخرين، من يريد أن يدمر الآخرين، من يريد أن يزيل الآخرين من على وجه الأرض، ليس هذا فكر الله، لكن هذا فكر الشيطان الذي يريد أن يهلك الكل ويجعل الكل ملهيين في صراعات يومية يعيشون فيها حتى يفقدوا أبديتهم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح مع حضراتكم.